مرت بينا بتضل تضربنا وبتعذبنا، بتضربني بكل مطرح وبأي شيء، بإيدها، بالنبريش، بكبال الكهرباء، بتأذينا، بتلبطنا نار على إيد أختي لأن أكلت بسكوت وما قالت لها قبل ما تاكل. قامت جابت السكينة وحطتها على إيد أختي كرمال تاني مرة ما تاكل. بتقرصنا مطرح ما بنعمل بيبي، كمان بتقرصنا قرص. جابت قرن الحار وقطعته وحطته مطرح ما بتعمل بيبي أختي. قال تاني مرة ما تجوي كيلوتك ولا تعملي تحتك. كل واحد بيجوي كيلوته، ونحن لما بنجوي ما فينا نغيره، بدنا نبقى لا إذا هي بشو أو بنغسله ولا هي ما تعرف. شالت مشات خبط فيني على الأرض، خبطت 3 مرات بالحمام وأنا بصرخ، ما حدا بيرد علي، ما في حدا، كلهم هيك بيعملوا فيني وهي بتعذبني كتير، نحن مانا مرتاحين، بتخلينا أكل كل نهار ما بتطعمينا، بتعذبنا وفوت بولاد على المدرسة ونحن ما بتفوتنا على المدرسة وأنا بدرس. بيي ولا شي، بيي بيشتغل وبيطلع وبيفوتوا بس، أحيانا نحن لما بدنا وهي نايمة بنروح بنسلم عليه من غير ما تعرف هي، ونحن اللي بنروح مش هو. بيي ما بيعمل شيء، بيي بشجع أكتر ومنه سهل، بيفوت ببوسهم بيشتري لهم بيضخرهم، ونحن لا، حتى كيفكن ما بيقلنا، وهن بيضهروا وين ما كانوا وأي مطرح أي شيء بيجي عبالي كني عندهم، ونحن لا. هديك اليوم كانت عم تضربها لأختي وهو عم يطلع على يضربيها بعد. انت عفاف انه جوزك ايه ضربتيها وما حكى ولا كلمة؟ لا بيحكي، لأن الله لا يردك، انت تستاهلي، سألوكي 1000 مرة، خلي الله لا يكرمك ان شاء الله. اختي انت ثلاثة ابن ربيش. كيف شو عاملة؟ ولا قلت لك تغسلي ولا مستجدة يا ام علي. رحت غسلتك وحطيتها لحتى نشفت منها وحطيتها على بلعزين، صار الهواء قلت لهم يلا يلا نروح وطلع فوق. وبعد مرة ثانية مرة أنا غسلت عليك وما بتجي. حياة الله، حياة الله، مش عشان بتعرفي الوقت اللي شفتك حياة الله فوق هيك قلبي عصر عنه. بقى صغار يا أختي، صغار ما بينحمل سجادة، ما بينحمل، مش قادرين يحملوها. خليني استاهل، والله خليني استاهل. وقلت لها ما بتجي، بتعرفي شو بدي خليك تزقي مي من هون بالسطل وترسيها على السطل. والله العظيم حتخرب بيتك من ورانا. خلص بدي اخرب بيتي. خلي بتقول بحط لكم سم بس تناموا او بجيب لكم سم من غير ما تعرفوا، احلى ما تضلكم عايشين بهالدنيا، لانه بيكم منكم منه سئلين وامكم منه سئلين، يعني بتموتوا احسن. امي بسوريا. مش بلا، بس امي ما عندها القدره انه تقعدنا عندها لانه هي كمان تجول. بصراحة ما حدا سألين عنا، وإذا بعتونا عن سوريا أمي ما رح تتحمل أكثر من يعني من وقت، رح يكبونا بالشارع لأنه أهلهم لبيي ما بدهم إيانا وأهلهم لأمي ما بدهم إيانا، وبيي متعذبين عندهم ومنا مرتاحين. قبل ما نبلش هيدا المحور مشاهدينا، خليني بس أقول إنه لما شفنا البنات مصورين بكذا مطرح كانوا موجودين عند جارهم، وهذا التصوير صار معظمه بالتليفون، يعني محل ما كانوا ظاهرين بدون تياب كانوا هربانين من بيت الأب لعند الجار، مش هناك تصوروا أحيان مثل ما شفتوا من فوق مش لابسين. خليني أقول أنه ضيوفنا لليلة رح يكونوا فيدال وهو جار العائلة التي تعنف الأولاد، وزكريا اللي هو بي البنات. نعم. وشو عندك من زوجتك الثانية أولاد؟ عندي 4. عندك 4 من زوجتك الثانية؟ شو رأيك بهذا الشيء اللي عم بيصير؟ أول شيء مدام، يعني نحن أكثر من مشكلة عنا بالبيت اللي هي مشكلة الكذب، يعني هيدي البنات في عندهم فئة هي الكذب، يعني بيكذبوا قد ما بدك، هي أول شيء. اثنين، بمدوا إيدهم. أنا أنت بتقبلي بنتك تسرق؟ أنت شخصيا زأم ما بتقبلي بنتك تسرق؟ بتقبلي بنتك بتكذب؟ بتقبلي بنتك بتنزل من البيت تقولي لها هيدا المحل في وناس بتسكر وكذا وانا بخاف عليكم ما تنزلوا؟ طب شو لازم اعمل اذا بيعملوا هيك بحياتي؟ انا بنبهك مره مرتين ثلاثه، ما سمعتك اكيد بدي اضربك. هيك سياخ وبال، انا ما في سياخ. لا شفنا المشاهد، هيدا مدام ستريما، ما في شيء اسمه سياخ،
وهذا الحديث منه انا بضرب بنتي كف، بضربها بنربيش، الكف بضرب بنربيش. لحظه هيدا نربيش المي الشطف، انه شو النربيش شو بيعمل يعني؟ انا اكل قتل من بي لدايخ من شو النربيش؟ شو القتله يعني؟ شو بمسكك بالنربيش ضلني اخبط عليك؟ ما بخبط عليك. ليش اكل قتله من بيك؟ يعني بتسرق انت كمان؟ يعني مش بسرق، لا مش بسرق مدام، بس انا اذا بكذب بيقول لي مشان ما تكذب ثاني مره، مره ومرتين ثلاثه بنمهك ما تكذب، الكذب حرام. طيب والحر بالاماكن الحساسه كمان؟ ما في حر، ما في. هالحديث هيدا منه مزبوط، وحن البنات موجودين وهيدا الحديث منه مزبوط، ما له صحة أبدا هيدا الحكي. هلا الحكي إذا هن مدرسين هيدا الحكي ومنشاف على جسمهم كمان، ستريم منه حكي. ستريما البنات موجودين يعني. ستريما موجودين البنات، إذا في شخص احتضنهم لا يحكوا بهالطريقة هيدي، هيدا بحث تاني، هي بترجع لقلو. شو له مصلحة الشخص يحكي هيك؟ شو له مصلحة؟ هلا ما بتعرف ترجع لقلو، ما بعرف شو في بيني وبينه أصلا. أنا استغربت ليش جاي أنا لهون. أنا ليش جاي لهون؟ أنا بعدني ماني عارف. بنتين بيسرقوا بتقوم أنت وزوجتك تحرقوهم بتوديهم على المدرسة؟ لا 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 مدام، بتوديهم على المدرسة؟ مدرسة ما بيحبوا المدرسة. هن كمان ما بيحبوا المدرسة؟ أحن بقول لهم أنا عارض عليهم 100 مرة وديهم على المدرسة ما بيروحوا. بتطعميهم الطبخة زيتها بنهار زيتها ولا بياكلوا البيت؟ لا بياكلوا وبيشربوا مثلهم مثل إخواتهم وموجودين. هيدا الحديث إذا فيه فبركة أو فيه أنا بحتضنك تاع احكي حبيبي اللي بدي إياه واحكي، هيدا بترجع الامور. طبعا كل حال نحن رح نعطيك نسخه عن الريبورتاج، بس لانه انت كنت برا وما شفت موجود الانسان وبتحكوه انه شو عاطفتنا نحن عليه. اولادي هون ما رح تكوني انت احن او في واضح انه انت احن او في اكيد واضح انه انت احن، لانه انت بس شفنا العلامات على جسمه. في شيء مفبرك مدام. مين مفبركم؟ في ما مين مفبركم؟ ما بعرف مدام. في شيء مفبرك، في شيء ما له صحه. انا زوجتك طاهره؟ زوجتك طاهره معهم؟ ايه اكيد طاهره. والله طاهره ليه ما طاهره؟ خليني ارجع، خلينا نفرج نشوف المشاهد مره ثانيه. فرج معنا، خلينا نشوف اولادك كيف بألفوا سيناريو قوي. خلينا نشوف المشاهد من جديد شباب بالريبورتاج. هيدا طالما نحن عم نألف وطالما عم بيقول جاره عم بيألف، خلينا نشوف هيدا شو مثلا. هيدا شو هيدا؟ هلا بجيب لك قلم حمرا بعمل لك 10 مثله. طيب بعده الاثار. لحظه موجودين بعده الاثار معلم. موجودين بعده اثار الضربه معلم. لحظة على البنات فيدال، انا اذا بحكي عمل معروف ما تفوت، بس تسالك ستريمه فوت على الخط احكي اللي بدك اياه. مش انت انا فيني دافع عن نفسي. مش انت اللي بتسمح لي احكي او ما احكي. أنا مش انت. خلينا نسمعك فيدال، طالما بس اسمح لك انا خلينا نسمعك. قل لي هيدي البنت الصغيره يلي انا كذا مره قلت له يا جار حرام هالبنات عم يتعذبوا. هيدا حمرا كمان. شوفوا انتم، مش في عندكم طبيب؟ مش عندكم طبيب؟ شوفوا انتم بلكي في شيء غلط. في احكي تفضل. انا ما في شيء بيني وبينه نهائيا ابدا، وجاري بحبك وخيي بعدي لهلا بحبه كجار، بس ما بريد حبه واغضب ربي. هي اول. لا اكيد انا الشيء اللي شفته ما بينحمل. اوكي ما في انسان بيقدر يحمله. اوكي وقت اللي جيت انا كذا مره كمشته قلت له يا جار حرام تضربوا الاولاد بهالطريقه، خبرني نفس الاخبار. اوكي انت كيف عرفت انه هو عم يضرب اولاده؟ انا مرتين دقيت عليه هو عم بخبط فيهم، ومدامتي 20 30 مره ما بعرف قد ايه تدق عليها وتفوت عليها هي وعم تنضرب هيك. انا متاكد انه هو مش شايف هذا الضرب. ومره وقت احد الماضي وقت اللي سالتك قلت لك البنت كان وجهها مشقف من هون، قلت لي هي شقفت حالها. فيك تسالها؟ لا ما بدون ما اسالها. لا فيك تسال البنت على الصوره من حالك. ما فيك تحكي. لحظة انت عم تحكي من حالك. لحظة خليني احكي. في مجال احكي؟ في مجال احكي؟ اكيد. وقت قلت لك هالبنت مشقفة من هون، قلت لي هي مشقفة حالها. خليني كفي. تفضل. بتحطي لو سمحتي الصورة وبتشوفي لي الضفر. الضفر يلي عاخدها اللي قاصصها من هون، هذا ضفره هو يلي ضفره هالقد وضفر مرته ما بعرف قد ايه. جيبة. ليش هيدا الحديث يا زكريا؟ انت ما كنت تلاحظ انه اشكاله مغيره البنات؟ ما كنت تلاحظ انه اشكاله مغيره؟ ستريما انا ماني ضد. انا بناتي لقلك انت بتروحي على تبع الدكان جاري بتقولي له اجى البي دفع عندك 85000. ليش انا حارمهم من شيء؟ بتساليهم حارمهم بشيء بالبيت؟ انت بتعرف حق المعرفه حارمهم؟ إيه حق انت محرومين. كلام منه مزبوط. انت مش ضميرك عم بيطوقع 15 ساعه. انت كيف ضميرك بيطوقع تسكر عليهم تقفل عليهم الليل والظهر؟ بتعرف انت حالك يا زعران وفي عالم بتشرب في علاقات على عرضي. لا نحن بدي اقول لك شغله بس بتروح بتضل معك زوجتك تضربهم شيء؟ لا بلا انا عندي اثبات. زوجتك تضربهم؟ زوجتك تضربهم؟ تضربهم بالمشايه؟ عم بتشقلهم مرتك. طيب اذا بتضربهم بس بالوقت اللي عم بحكي مع الاولاد هلا بالوقت اسمعني. اوكي
بالوقت اللي عم بحكي هلا مع الاولاد بدي بس الشباب يحضروا لي الاتصال اللي شفناه مع زوجته للاستاذ، شو عم بتقول لجارتها انه الله لا يردهم وبدي اضربهم وبدي هيدا كمان اختراع، هيدا كمان اختراع. خليني احكي معك، خليني الواحد ليه معصب، خليني ارجع يعرض الوجه، خليني ارجع يعرضه، خليني احكي مع ايا وشريك. انا معصب، انا كرمال، خليني احكي، تكون انت ولا حدا. لا لا لا، فيني احكي كلمه، انا بس بدي احكي مع البنات الجديد، انا بشكر الجديد، لحظه شوي، وانت بتعرف انا بشكر الجديد وبشكر برنامج النشر انه انا جيت لهون لوضح كثير امور، يمكن لا تعرف شو عم بيصير ببيتك، يمكن لا تعرف شو عم بيصير ببيتك. خلينا نسمع، انا بعرف كل شيء. طيب خليني احكي مع الصبايا، كل شيء باذنك. طب لو سمحت خليني احكي مع الصبايا. ايا وشهد عم تسمعوني؟ ايه. انا باسف انه انتم نحطكم بهذا الموقف، بس اللي عم تشوفوه كفايه، يمكن خلينا نسمع، يسمع بيتكم بيكم شو عم بيصير معكم. عم بيقول بيكم انه انتم بتعذبوا وبتسرقوا، طالما بعدين هذا مش مبرر اللي عم بقوله. خبروني خبروني انتو غير اللي خبرتوني بالروبورتاج، شو عم بتشوفوا يوميا بالبيت كل يوم؟ عم نشوف، مزبوط نحن بنغلط وبنكذب وبنسرق وكل هيدا مزبوط الحكي، بس انه نحن كمان عم نضرب ونتعذب، منا مرتاحين نحن. كرمال شو؟ خليني اسمع. ايا قولي لي كيف شكله هيدا الضرب؟ مين اللي عم بيعمله هيدا الضرب؟ مين اللي عم يضربك؟ ما تخافي، ما تخافي احكي، ما تخافي، ما تخافي حبيبتي احكي. مي وبي ومرت بي. اوكي، بيك ومرت بيك عم يضربوكي بالطريقه اللي شفناها بالريبورتاج. شو هي الطريقه؟ فيكي توضحي لها شو؟ يعني جسمك معلم عليه ضرب؟ بشو؟ آية؟ باي اداه؟ اساليها اساليها، خليني اسمع، بقلب بالنربيش بكفي. اوكي خليني اسمع. هلا لا ما في شيء معلم، بس قديم هيدا الحكي. شو نضربها؟ بشو بيضربك؟ شو نضربك يا ايا؟ خليني اسمع. بالنبريش او بالمشي. كيف بيضربك؟ خلطه. ما مثل عم مثل ما عم اقول لك. انت بتصرخي هو عم يضربك؟ بلا، بس ما حدا انه بيجي بيقول لا. ومرته تضربك وهو بشجعها؟ على اختي شهد، لان مدت ايدها على التليفون مش لإلها. قال لك تضربيها لما بتكون غلطان. اكيد. طيب قبل التليفون. طيب خليني اسمع بس. اكيد انا بنتي بتروح على الدكان. لو سمحت خليني اسمع، خليني اسمع. ايا في حكي يعني شفناه بالروبورتاج وفي مشاهد بتدل على حرق، شي مره حارقينك بسكين او شي؟ انا لا، واختي ما بعرف، ما شفت انا لما انحرقت اختي. اساليها لاختي شهد، ما عندك مشكله. طيب اختك هي ما سرقت باللزم، نعم. ما سرقت التليفون. لحظه لحظه، هي ما سرقت التليفون. انت منك عايش معي بالبيت. طب ليش انفعلت؟ لانه ما انت ما عملت شيء. انا كنت بالمشكله، انا كنت بالمشكله، وانا فت لعنا مثلك ما تضربها. قلت لي كرامتي، قلت لي كرامتي ما لها ضربها. قلت انا برمضان وبزت فيها. بدي اسمع الاولاد بليز لو سمحتوا، لو سمحتوا بدي اسمع الاولاد. امور ما بتعرفها. لو سمحتوا بدي اسمع الاولاد. كنت عم بتقولي لي انه بالريبورتاج كمان حكيتي عن انه ما بتاكلوا بنفس النهار بنفس الاكل، وحكيتي كمان عن انه اذا انت عملت شيء بثيابك ايه بيحرقوكي بالحر بمكان حساس. اختي مش انا، ومره وحده مش غيرها. مين اللي عمل هيك؟ مرت بي. وعرف بي؟ ايه تفضلي. وانا عرفت. ايه لان كانت عم تجوي كيلوتا. ايه. كم مرة بتفنتر اختك؟ أكثر من مرة. طيب. انت قد ايه عمرك، قد ايه بتفنتري على حالك؟ معلش معلش بس تريما بعد اذنك. معلش بس انتبه على حكايتك. انت نزلت اختك على الدكانة بتجيب من وراي مصاري بتجيب من وراي طيب. اكل ولا لا؟ طيب. انا مأثر معكم بشيء بالبيت ولا لا؟ خليني اسمعهم للبنات بليز. مأثر بشيء؟ خليني اسمعهم. لا محرومة. خليني اسمعهم. ايا عم بتقولي انت شهد، انت عم تسمعيني؟ ايه. اذا انت صاير معك هيدا الشيء شو قالت لك مرت بيك هي وعم تعمل فيك هيك؟ ما قالت لي شيء. ما قالت لك انه كل مره بتعملي هيك رح اعمل فيك نفس الشيء؟ عاد بدها تخوفها. بدها تخوفها. بس عم يجي لها يرعبهم. لحظه لحظه يرعبهم على فكره. طيب ليكي انت اخواتك لحظه، اخواتك الصغار ما بيعملوا تحتهم؟ لا بس شذر. كيف ما هن صغار ما بيعملوا تحت؟ بس شذر. ايه شوفي عم تعمل فيها لما بتفتر على حالها. ثانيه بس. طب خليني اسمع اسمع شو بتعمل فيها يا ايا؟ عم بسمع البنات بس. ايا بيتعاملوا مع اخواتكم بنفس الطريقه مثلكم؟ لا. بيضربوا اخواتكم ولا لا؟ بلا بس مش مثل الضرب. شذر لما تفتر على حالها شو بتعمل فيها؟ ايا بتحبي اهلك؟ بتحبي بيك ومرته؟ ما اكيد بحبهم. طيب بس بعد اذنك، اختك لما بتفنتر على حالها شو بتعمل فيها الماما؟ لحظة. بس بعد اذنك ستريما. ايا وشهد انتوا لحظه بدي اسال سؤال اخير لو سمحت. ايا وشهد جاركم هون عندنا في دال هو منيح معكم؟ ايه.
كثير. بكذب شيء؟ لا. ولا بشيء بكذب ما هيك؟ لا. حتى باللي قاله هون ما كذب؟ لا. طيب رح اسمع فيدال اكثر، بس خليني اقول للبنات اختك لما تفنتر على حالها خليني اخذ مرت البي تاكل اكله ولا والاولاد لو سمحتوا يفوتوا لعندكم ولو هيدا بكون العقاب لاولاد ماشي عقاب طبيعي. خليني اسمعك فيدال بليز بهذا الوقت قبل ما تدخل. يعني شو بدي خبرك، كل شيء واضح قدامك. انا تدخلت، انا بصراحه ما احب جايبه لهون وما بدي هالقصه كلها، بس انا اكثر من مره تدخلت، وحتى مدامته جبتها لعندي على البيت قلت لها دقي عليها جيبيها مدامتي تفوتها، الا اللي عم تعمليه حرام، هذا ظلم، هذا ما بيجوز من رب العالمين. انت اذا بنتي طلعت عم تجمع لو سمحت، قلت لها ما بيجوز تعملي هيك، عم تضربيهم عم تاذيهم. قالت لي انا بكرههم ما بدي اياهم عندي بالبيت، قلت لها بعتيهم عند امهم، قالت لي ما بدي. جينا حكينا معهم واحد. يعني انا يعني انا شخصيا ما في ضلني اتدخل مع مرة على طول، في مدامتي هي اللي عم تتواصل معها وكثير حكيتها وكثير اتخانقت هي وياها. كيف حاله الاولاد لما بفوتوا لعندك؟ هن قالوا انه انت موثوق وقالوا انه انت مصدقينك، وبنفس الوقت قالوا بالريبورتاج نحن ما بدنا نكفي هيك عيشتنا، عم نعذب كل يوم، ما بقى ينحمل هذا الوضع. يعني ليقولوا اجوبه انه هن بحبوا بيتهم خايفين البنات. وقت الطفل فايت لعندك بحاله يرسل لها يعني هرباني بالزلط، قد ما عم تاكل قتل بالنبريج بشريط كهرباء، حتى هن نسي يقولوا لك بشريط الكهرباء، شريط الدش منه مزبوط حديث ابدا. ابو علي هلا انت ضميرك مات، خليني كفي ما يقطعني ضميرك مات. ابو علي ضميرك بلا ضميرك، انا كنت عندك تليفون، انا كنت عندك والله ما تليفون، انا اول امبارح ليش بدي افتري عليك؟ ليش بدي افتري عليك؟ لحظه شوي، انت ما شايفون؟ انا اول امبارح كنت عندك بالبيت ولا لا؟ انت ما شايفون؟ لحظه شوي، انا شايف كل شيء وانا عندي اطلاع على كل شيء. ايه؟ انا بعرف شو عم يصير ببيتي. ايه؟ انا بنتي ليش جبت عندي على البيت؟ ليش جبت عندي على البيت؟ ليش جبت عندي على البيت؟ ما بعرف حد من حدا ولا بقبل لا انت ولا غيرك بيعطف علي. كفي، انا عم بشتغل 15 ساعه لعمل لهم اكتفاء. كفي حديثك، ليش فاتت لعندي على البيت؟ فاتت لعندك انتوا هيدا الشيء انتوا بدكم تعملوا الفرمان. انا بس عندي ما بعمل فرمان، انا ما لي عليك شيء، ما لك علي، لانه ليه ما لي عليك شيء؟ لانه انا نبهتك اكثر من مره. دخلت الزوجه على شو؟ على تعذيبهم. على شو؟ منه تعذيب هيدا، هيدا الحشيل عم تحكي منه مضبوط. في اخر بقول لك معنا الزوجه لو سمحتوا، لو سمحتوا اوكي. بناتك ما فيهم يموتوا بين ايديا اذا عم يتخبطوا بهالطريقه. مدام منه مزبوط الحديث هيدا ست ريما. خليني اخذ الزوجه معنا بالغرفه المظلمه. عفاف، عفاف معك، عم تسمعيني؟ عم اسمعك. شو اللي عملتي انت؟ والله مستغربه شو عم يصير يعني بصراحه. قولي لي ليه مستغربه؟ لانه مش بهالطريقه بهالوحشيه. اقل شوي. انا بضرب الولد لما عندي 5 اولاد، يعني مش معقولة انا مميز ولد عن ولد. تضربي اولادك كمان بالنربيش وبسلك الكهرباء وضهريهم بالزلط من البيت؟ لا مش بالزلط. لكن شو؟ لا 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 لا. لكن شو؟ هيدا الحديث مش مزبوط ست ريما. نعم مش مزبوط؟ لا. طب انت بريئة يعني؟ انا مش عم برق حالي، انا مش عم اقول انه انا الملاك، لا. طب شو بتعملي انت لكان طالما مانك بريئة؟ لحد وين بتوقفي يعني؟ هلا البنت لما بدها تغلط وبدها تسرق من الدكانة وبدها تنزل عند الجيران وانا ما بعرف وفي زهران بالحي وهيك، انا مسؤولة عنها ولا لا؟ اكيد بدي، اذا بحكيها مرة اثنين ثلاثة ما بترد بدي ارجع للضرب، بدي اضربها. بهالطريقة؟ شو هي الطريقة؟ اللي شفناها بالروبورتاج. والله يعني انا ما شفت شيء. بنفرجيكي روبورتاج بنزعل، بس طالما انت بريئة ليش ما طلعتي بوجهك بالاستوديو؟ ليه بدك تطلعي بوجهك؟ ليش لحتى اطلع؟ لو سمحت، لو سمحت حديث كله. انا ليش لحتى اطلع؟ ليش لحتى اطلع؟ بعدين مش من حقهم جيراني انه بيفبركوا هالقصه وبيحكوا هيك. هول الاولاد لما يكونوا بين ايديك وعم بتخبطيهم بهالطريقه ما بتخافي يموتوا؟ انا ما بضرب ضرب يعني مبرح اللي عم بتقولوه انتم. ايه نحن عم نقلف؟ عملونا عملونا انه مش تألفوا، مش تألفوا، بس مكبرين القصه اكثر اكثر. انت بتحبيهم لهول الاولاد للبنات؟ مش بحبهم ولا بكرههم، بس بكره تصرفاتهم. طيب بتعرفي شو انت معنا هلا؟ نعم. اذا عرضنا الروبورتاج شباب مره ثانيه فيها تشوفوا هي بالغرفه المظلمه؟ فيها تشوفوا؟ طيب رح نعطيكم يعني شويه وقت بس يعني. خلينا نحضروا مره ثانيه روبورتاج للبي لانه يبدو ما عارف شو عم بيصير بالبيت. لا 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 انا بعرف يبدو انه ست عفاف مصره انها تحكي أنا. بعدين حدا بيحط حربه باماكن حساسه لبنات لانه شو؟ انت حطيتي حربه باماكن حساسه ست ريما. في طبيب شرعي وفي قانون وفي كل شيء. طبيب شرعي في شوف هول الجروح اللي انا ما عندي مشكله بشوف. ما عندنا مشكله، هيدا الحديث كله مزبوط. طب بس عندي سؤال واحد. نعم تفضلي. قد ايه عمرهم البنات؟
13 و10 او اولك رح يخطر ببالهم هيك نوع كذب ليقولوا حطوا حرب محل معين، رح يخطر ببالهم هيك شيء. البنات هول بيفكروا اكبر من عمرهم، عرفتي كيف؟ طيب يعني فيهم يعملوا، خلينا نشوف يعني خلينا نشوف الروبورتاج. طالما فيك تشوفي روبورتاج انت، خلينا نشوف انجازاتك، خلينا نشوف. يعني هلا جبت قلم حمراء ودهنتهم، وين المشكله؟ مرت بينا بتضل تضربني وبتعذبنا، بتضربني بكل مطرح وبأي شيء، بإيدها، بالنبريش، بكبال الكهرباء، بتأذينا، بتلبطنا. نار على إيد أختي لأن أكلت بسكوت وما قالت لها قبل ما تاكل، قامت جابت السكينة وحطتها على إيد أختي كرمال تاني مرة ما تاكل. بتقرصنا مطرح ما بنعمل بيبي كمان، بتقرصنا قرص. جابت قرن الحار وقطعته وحطته مطرح ما بتعمل بيبي أختي، قال تاني مرة ما تجوي كيلوتك ولا تعملي تحتك. كل واحد بيجوي كيلوته، ونحن لما بنجوي ما فينا نغيره، بدنا نبقى لا إذا هي بتشوف أو بنغسله بلا هي ما تعرف. شالت مشات خبط فيني على الأرض، خبطت 3 مرات بالحمام وأنا بصرخ، ما حدا بيرد علي، ما في حدا، كلهم هيك بيعملوا فيني، وهي بتعذبني كتير، ونحن مانا مرتاحين. خلينا أكل كل نهار ما بتطعمينه، بتعذبنا وفوت أولاد على المدرسة، ونحن ما بتفوتنا على المدرسة، وأنا بدرس بي ولا شيء، بي بيشتغلوا بيطلعوا بيفوتوا بس. أحيانا نحن لما بدنا وهي نايمة بنروح بنسلم عليه من غير ما تعرف هي، ونحن اللي بنروح مش هو. بي ما بيعمل شيء، بي بيشجع أكتر، ومنه سهل بيفوت بيبوسهم بيشتري لهم بيضخرهم، ونحن لا، حتى كيفكن ما بيقلنا، وهن بيظهروا وين ما كانوا، أي مطرح أي شيء بيجي عبالي كني عندهم، ونحن لا. هديك اليوم كانت عم تضربها لأختي وما وهو عم يطلع على يضربها بعد. انت عفاف انه جوزك ايه ضربتيها وما حكى ولا كلمة؟ لا بيحكي، قال الله لا يردك، انت تستاهلي، سألوكي ألف مرة، خلي الله لا يكرمك إن شاء الله. أبدا تتلبت، أنا ربيش. كيف شو عاملة؟ ولا قلت لك تغسلي ولا مستجدي يا علي. رحت غسلتك وحطيتها لحتى نشفت من الماء وحطيتها على العظيم، صار الهواء قلت لهم يلا، يلا نطلع الله فوق. وبعد ما بدك مره انا غسلت عليك، ما بتجي حياة الله، انت حياه الله، مش عشان ستار في الوقت اللي شفت منها لليلة هيك قلبي عصر عنه بقى صغار يا اختي، صغار ما بينحمل سجاده، ما بينحمل، مش قادرين يحملوا. خليني استاهل، والله خليني استاهل، وقلت لها ما بتجي، بتعرفي شو بدي، خليك تزقي مي من هون بالسطل وتغسليها على السطل. والله العظيم حتخرب بيتك من ورانا، خلص بدي اخرب بيتي، استغل جايين ليخرب بيتي. بتقول بحط لكم سم بس تناموا، او بجيب لكم سم من غير ما تعرفوا، احلى ما تضلكم عايشين بهالدنيا، لانه بيكم منكم منه سئلين وامكم منه سئلين، يعني بتموتوا احسن. امي بسوريا، مش مشتاقتي لها؟ بلا، بس امي ما عندها القدره انه تقعدنا عندها، لانه هي كمان تجوز، بصراحه ما حدا سئلين عنها، وإذا بعتونا عن سوريا أمي ما رح تتحمل أكثر من يعني من وقت، رح يكبونا بالشارع، لأنه أهلهم لبي ما بدهم إيانا، وأهلهم لأمي ما بدهم إيانا، وبي متعذبين عنده ومنا مرتاحين. خليني أسمع بليز بس عفاف، شفت الروبورتاج؟ تتريما هيدا الحكي اللي منقلينه للبنات كله تلفيق. مين اللي عم مين اللي نقلهم؟ مين اللي نقلهم؟ ما بعرف، ما بتعرفي مين نقلهم؟ اللي جاب لكم الحكي هيدا، اللي جاب لكم الحكي هو اللي نقلهم ودرسهم على المزبوط. هي اول شيء. وين شايفهم؟ وين شايفهم؟ وين شايفهم؟ اذا جو جارنا، جارتي بتضل تقول لي ما تسكري عليهم الباب، ليه؟ قال والله خاف يصير عليهم شيء، يلا انا بضلوا بيتسلموا، هن كل نهارهم بضلوا بيتسلموا. طب ليه جارتك بدها تعمل هيك؟ ما بعرف، هيدي اللي غايه في نفسها، والله فيك بتسالي، لانه بعد ما اختلفنا واتخانقنا انا وياها كرمال الاولاد صارت تعمل هيك. كرمال الاولاد اتخانقتوا، لكن لانه عم تعطيكي نصايح مش اولادي، لا اولادي انا.
ولادك انت. نعم. طيب خليني وقصه السجاده مزبوط، هي خبرتني قالت لي اذا بتعمل بيبي او كاكا على حالها خلي تضلها تغسل ثيابها لعشيه. قلت لها اوكي انا هلا عملت طيب. على السجاده رح انا اغسلها بس رح حملهم اياها. طب بس تقول لك انه بنتك في عندها، مش بنتك بالاحرى يعني، البنت زوجك مش عارفين يعني. نعم. انه في حرق بمكان حساس عند البنت. لا لا نحن بحفظنا مش معي حفظنا نحط الصور. لا لا منه مزبوط وهيدا الشيء موجود وفيها البنت تنفحص. لا في ما اوكي بتنفحص ما عندي مزبوط. على كل حال واضح انت قد ايه كنت يعني منه شيء يعني كنت حريصه على يوم. خليني اخذ فيدال منك، ليش عم يتهمك لك انت؟ شو لك مصلحه تقول هيدا الكلام؟ ما بعرف هلا بتكلي ما بعرف بس تريما انا بكره لك مصلحة بالعربي. بدك اياني اطلع من البيت؟ لا بدك اياني اذا لقيت لك شيء مستاجر حدا بيقرا كانوا كل يوم عم بفوتوا لعندك. الدليل على كلامي انه انا بكره الظلم. صار معنا حادثه كنت بعده جديد معرف عليه. شو اجى شخص تعدى عليه وهو ما خصه. إيه اجى تعدى عليه وجيت انا دفعت عنه لانه بكره الظلم. طب خليني بالولاد، خليني بالولاد. عنك دفعت انا جارك. اذا عنك دفعت انا بدي ادافع عن ولادك. خليني بالولاد، قول الاولاد كم مره. بس انت ما بعرف. لا 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 انا ما بدي ارضيك. انا ما بدي ارضيك. ما بدي ارضيك. بدك تجيب حدا يخصك. مستحيل. انا رح اطلع. مستحيل. لا لا العظيم مستحيل. خليني اخذ منك بس كلمه واحده، هول الاولاد كل قد ايه بيجوا لعندك وكل قد ايه بيتعنفوا؟ يومية ضرب. يومية ضرب. احترامي لك منه مزبوط. يومية ضرب منه طيب. مزبوط. شو له مصلحة يعمل فيك هيك؟ ما انا عم اقول لك اذا بده البيت لا خليني بس اقول انه اذا عنده مستاجر اهم خليني بس اقول انه الشيء اللي انكشف عليه هذا بخصك في ديل. انا بطلع انكشف لا 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 عليه. لو جاي لعندي انا انذرتك على البنات. انا انذرتك على البنات. انا انذرتك على البنات. خليني بس احكي معك. انذرتك فيلم زكريا. انا انذرتك هيدا الحكي اللي عم تقول عنه فيلم وسيناريو. انا قعدت بالاشرفيه والسيناريو اللي ادريس معنا لو سمحت ستريما بعد اذنك. انا قعدت بالاشرفيه 5 سنين طيب. وعندي جيران وقعدت عند الاستاذ صلاح مطر طيب. محامي اوكي. ليه ولا مره انا صار معي الحادثه هيدي؟ طيب خليني بس الزلمه بس قال لي اترك البيت. تركت البيت. خليني بس انا بلغ لحظه انا بعطيك بيتي زكريا لو سمحت. انا مع الجيران انتبه. انت فيني كفي الجمله؟ فيني كفي الجمله؟ ما في منك كمعامله كده لو سمحت. لو سمحت لو سمحت خلصت المقابله بس خليني كفي الجمله اللي بدي اقول لك اياها. البنات المشاهد اللي شفناهم فيها والكلام اللي قالوا منه مزبوط ولا له صحه والسيناريوهات ولا كله فيلم خيالهم واسع ليركبوها. وانا عم اقول لك شو ستريما انا عم اقول لك انا بس بدي اقول لك انه اتحاد حمايه الاحداث ستريما هو انا بناتي اول شيء انا ما بعطيهم طيب. بناتي هيدي لا فهمكم اتحاد حمايه ما فيهم يستغنوا عني. ريتك اعطيتهم ولا في حدا يربيهم بطريقه مضبوطه. ما بعطيهم انا بناتي حدا بيعطي طيب. بناتي بس اقول لك انه بناتك هلا بعهده حمايه الاحداث. لا انا بناتي بناء على اشاره من القاضي. انا ما بعطي قاضي الاحداث بجبل لبنان القاضي رولان شرتوني. ما بعطي بناتي وهو سحب حضانه الاولاد. فيك تراجع القاضي بهذا الموضوع وتثبت العكس. انتوا هلا انتوا لبستوا شغله بدون ما تكونوا عارفين شو